هاد العيد اللي جاي حنا دائما كيجي العيد عندنا العيد الصغير والعيد الكبير كنفرحوا الدراري كيفرحوا كلشي كيفرح ما بقيناش كنفرحوا العيد الصغير جا الاسر ما لقاتش هادشي الحوايج ديال الدراري وداكشي ديال الغلاء المعيشه وصل لواحد المستوى ما تيتصورش واليوم الاباء خصوصا الاباء لان حنا في واحد المجتمع هذا المجتمع البتريكي وخا فيه تسلط ديال الرجل الرجل المسكين كطيح عليه جميع المسؤوليات الرجل كيقول له ولدو ابا راه جارنا شرى راه الاخر شرى كيتقول واه صافي انا خصني نشري ما خصنيش نبقى نفكر في حاجه اخرى خصني نقلب منين غادي نتسلف ومنين غادي نشوف باش نشري اذا اليوم ازمنا المغاربه ما عندهمش الامكانيات راه 3.2 مليون ديال المغاربه انزلقوا تحت عتبه الفقر هادشي بشهادات المندوبيه الساميه كيفاش غادي يديروا هاد الناس ثم انه راه كاين واحد الاوليغارشيا هي اللي كتستافد من البلاد راه ما يمكنش انه يعني الحكومه قالت غادي ندعموا المستوردين ديال الاغنام ب 500 درهم للراس باش يجيبوا الاغنام وتكون متوفره الا انه شحال كيجيبوا حنا تبعنا باش نشوفوا داكشي بشحال كيجيبوا كيجيبوا 1000 درهم 1200 1500 وتبيعوا ب 4000 5000 هادشي راه ماشي معقول اذا خاص الدوله ملي دعمتهم خاصها تقنن الارباح تقنن الارباح ما يمكنكمش تزيدوا واحد النسبه باش الناس تمشي للسوق تلقى 1500 تلقى 1800 تلقى 2000 يتغلبوا عليها ماشي بحال 5000 و6000 راه بزاف هادشي راه حيت بالنسبه اللي عنده الملاير كيبان لي هادشي ما سوقوش لانه ما كيكونوا هما تيطيروا في واحد المستوى ما كيديروش راسهم بلاصتنا ولا بلاصه الفقراء اللي ما عندهمش مساكن ولهذا انا كنقول بان الدوله اخفقت ان عندما دعمات كخصها تشوف لنا هاد الفقراء او تشريش الحواله وتدبر عليهم هي وتفرقهم على الضعفاء ما كاينش هذه بلاصه الربح هذه واحد السنه مؤكده والمغاربه كيبغيوها وداكشي توفرها عليهم حتى يفرحوا ويفرحوا مره في العام انتوا راه فرحانين العام كامل ما عرفتوش فرحانين بعدا ولا فرحانين شحال بعدا فرحانين وخا فقراء فرحانين كما كان الحال ولهذا انا كنظن خصنا نعرفوا بانه السبب الاساسي ارتفاع الاسعار وان الحكومه ديالنا ليبراليه متوحشه ما كتامن غير باغناء الغني وتسمين الغني وافقار الفقير هادشي اللي كاين ولهذا لان الطرق باش نديروا التوزيع العادل للثروه راه معروفه فين هو الاصلاح الضريبي دارته على 3 سنين لصالح الكبار ما فينا هو باش نجمعوا فليسات ونوسعوا الوعاء ولقاو باش نمولوا ولقاو باش هادشي ما دارتوش هذا ثم انه هاد السياسه الليبراليه المتوحشه ديال التحرير ديال النقل وديال الطاقه بالخصوص راه هي اللي الهبت الاسعار لانه ملي انت كتسد الاسامير وتعطي لوحدين كيبيعوا ويشريوا فينا والثمن واخا هبط في الخارج كيغليو علينا حنا 16 درهم كذا بالهنايا راه غلاو النقل غلا النقل ديال جميع البضائع غلات الامور كلها وحنا الفلاحه اللي هما الصغار اللي هما اللي كيديروا الفلاحه المعيشيه 85% ديال الفلاحه ما عاوناهمش عاونا الكبار اللي كيصدروا هادشي اللي كاين اذا الدوله غاديه يعني الحكومه غاديه في الاختيارات الليبراليه متوحشه تغني الغني وتفقر الفقير وهادشي ماشي معقول انا قلت للمغاربه شحال هذه ما قدش يذبح ما يذبحش ما تسلفوش بركه ما تغرقوا راسكم في الدنيا ولكن راه خصنا نقاوموا غدا الا كتشي انتخابات هاد الانتخابات راه خصها تكون بالعقل ما نصوت الا على شي معلم ولا شي معلمه اللي قاري ونقي ومزيان وغيخدمنا ماشي يبيعنا في الدوره راه هادشي علاش كنقولوا راه كلشي مرتبط المواشي المستورده انا مشيت للسوق لقيت غير الحوالات المغرب قلت لهم هادشي كاين مستورد في مجات كنت هذا السبت هذا لا كلشي ديال المغرب هذوك المستورده ما عرفتوش كيعطيوهم الاستهلاك وكيبيعوهم للجزاره وكيبيعوهم سميتو السوبر مارشي الاسواق الكبيره ما كتشوفش انت ما كتعرف لا هادي بلا هادي والحوالات المغرب راهم كيتباعوا لان كانت راه شي 5 مليون ديال الرؤوس موجوده ديجا كاينه في المغرب اذا راه هذوك اللي جاوا من الخارج جابوا لهاد الخياتي باش يتغناو لانهم جابوهم بثمن قليل وخداو الدعم ديال 500 درهم على كل راس وكيبيعوهم باش ما بغاو وهذه طريقه فوق ما جات شي همزه حيت حنا ما عندناش اقتصاد واقف على رجليه مزدوج حنا عندنا الريع والاستفاده من 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 من, من هذا الشيء ديال الهمزه اقتصاد الهمزه العيد راه قلنا هادو سميتو ولا شي واحد غادي يكلفو يجيب الشوايات من الصين ولا يجيب هذا ويمنعوك انت باش تجيبهم انت لا بغيتي انت تعيق يلاه بغيتي تفهم شويه ما تجيب لا شوايه لا قطبان لا مجمر لا حتى شي حاجه غادي تسلط وغادي تخلص الحولي ب 5000 درهم اللي جابوا هذاك ب 1000 درهم وعلاش لان كاين الظلم ولان التوجه ديال هذه الحكومه ليبرالي ولا تحس بالفقراء ولا بالطبقات المتوسطه